كل متابعي اليوم السابع في كل مكان وحلقة جديدة من قعدة مسلسلات. هكون معاكم سارة صلاح وزميلتي لميس محمد. عاملة ايه يا لميس؟ ازيك يا سارة؟ عاملة ايه؟ ايه اخبارك؟ كله تمام. انت ايه الاخبار؟ النهاردة قطعنا خلاص شوط كبير من المسلسلات بعشر حلقات وابتدت القيود والاحداث تبان وكده. هنبتدي بايه بقى؟ يعني انا مش عارفة نبتدي بايه، بس اكيد هنبتدي بالكتيبة طبعا. الحلقة امبارح كانت انتنس، مشاعر كبير جدا، سواء بقى اسلام جمال ومامته، لبلبه وعمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، ومشهد انا طبعا عارفه ان انت المشهد بتتكلمي عرفتي من غير ما اتكلم عن المشهد من الصبح، بس انا وجهه نظري ان انا كنت مستنيه سن اكتر، معرفش هل لان هم اهلوني. لا هم، بصي خدي بالك من حاجه، هم اهلوني نفسيا ان فتحي عبد الوهاب هيدبح خالد الصاوي، يعني هيدبحوا. لا ثانيه بقى، ثانيه ماشي، غير الدبح بس ان هو نازل البرود اللي هو سيبك من كل ده، شنقه. لا ما هو سيبك من كل ده، ما هو لحظه، ما هو اصلا احنا هنختلف في المشهد ده. لا احنا مش هنختلف، فتحي عبد الوهاب كده كده مشاعره ميته، وده واضح من اول حلقات، لانه بيتعامل مع كل حاجه بتحصل بدم بارد جدا وبدم هو مش فارق له. لكن امبارح هم هيئوني نفسيا انه فتحي عبد الوهاب هيدبح خالد الصاوي، هيقوم عامل كده. حتى هو ما قتلش ابن عمه على فكره، يعني احمد كشك هو اللي قتله. فانا كنت متاهله نفسيا ان انا هشوف مشهد كارثي كارثي. المشهد حلو، المشهد حلو، فتحي عبد الوهاب عمله بجبروت الدنيا، عمله بجبروت الدنيا، لانه فعلا هو جبروت طاغي، دم بارد، هو دم بارد جدا. واحد وقف شنق عمه ونزل شاف ابن عمه ميت، ولا اتكلم ولا تهزت له شعره ليترلي، وخد الرشاش ولا البندقيه ولا يعني مش عارفه، هو بيحتفل بالنص ان هو قتل عمه، واحتفل بموته. فهو المشهد كارثي، المشهد كارثي، المشهد صعب جدا، المشهد صعب جدا. فتحي عبد الوهاب عمله على اتم كمال، عمله جدا، بس انا كنت مستنيه ان هو يذبح. لميس كانت مستنيه ان هو يذبح، كنت مستنيه ان يبقى مشهد دموي اكتر. ممكن على فكره، ممكن عشان السياق الدرامي ده ما كانش هيبقى الطف حاجه في الدنيا، انا ما عنديش مشكله بده، بس انا كنت مستنيه بقى السنه الزياده دي اشوف جبروته اكتر. يعني هو نزل وشنقه، المشهد كان كارثي، لانه انت نازل بتسحل عمك وهتقتله. لحد من الصبح وانا ولميس عمالين بنتكلم عن المشهد، هي ليها راي وانا ليا راي، بس فتحي عبد الوهاب، انا مش بتكلم على فتحي عبد الوهاب، مش بتكلم على اللي عمله فتحي عبد الوهاب، انا بتكلم ان انا كنت مستنيه السكينه تطلع وتشر الزياده، سنة شر الزياده بصراحه. الاحداث اللي جاي اكيد هيبتدي بقى يحصل تفجيرات، لا اكل تاني. انت عندك هنا سؤال كبير جدا، فتحي عبد الوهاب هيعمل ايه في خلال الخمس حلقات ولا العشر حلقات الجايين؟ لان واضح ان فتحي عبد الوهاب هيبقى محرك رئيسي في كل الحلقات الجايه. خلاص هيبقى دموي اكتر، لانه لو اتكلمنا بالتتابع، خالد الصاوي مات، وابنه مات سالم، وابنه الثاني مات امبارح محمد في الحلقه. فهل فتحي عبد الوهاب هو اللي هيكمل رحله عمه، يبقى هو شيخ قبيله بس هيبقى عميل مزدوج، هو هنا شكلا هو اللي عامل، وهناك شكلا هو اصلا اللي بيخدم الجماعات الارهابيه؟ دي هتبقى بلوت تويست بصراحه في المسلسل، يعني تبقى احنا مستنيين نعرف ايه اللي هيعمله الايام اللي جايه. جبار فتحي عبد الوهاب، جبار جبار. بس انا كان يعني المشهد صعب قوي قوي من الصبح وانا بقول لك، لا يعني لا انا كنت مستنيه ان المشهد يبقى صدامي اكتر، لا. او يبقى صعب اكتر، او يبقى جدالي اكتر، او يبقى، لان هو خدي بالك في الاول وفي الاخر هو شنقه، مع ان هو الاوردر اللي جاله انه يذبحه. فهل الجماعات المتطرفه والجماعات الارهابيه هيبقى ليها رد على اللي هو عمله؟ انت لسه مش قادره تقيسي، فاهمه؟ سبيشال ان الحلقه خلصت وهو بيحتفل بنصره، نحتفل ان هو قدر ياخد الخطوه دي. فيعني فتحي عبد الوهاب هيورينا الويل كام حلقه جايه، الحلقه والتفجيرات. نروح بقى روحي، عايز تروحي لايه؟ بصي يا لميس، عايزه اروح بس سنه صغيره للكبير. الحلقتين اللي فاتوا احمد مكي، يعني هو بيقدم، كان احنا عارفين الاحداث وكذا شخصيه وكبير وجوني بتاع، بس اللي حصل الحلقتين اللي فاتوا احمد مكي عامل ان هو جوني ابتدى يخش بيدي رسائل لطيفه لذيذه واحنا بنضحك، بس هي مؤثره قوي. رسائل ايه يا لميس؟ على التيك توك، ان فعلا أدراه. كل اللي بيحصل على التيك توك والفيديوهات، الناس كلها لابسه ماسك قناع، كل واحد متخفي ورا موبايله ورا الفيديوهات وبيأدي، وكل واحد لابس شخصية مش شخصيته. عملها بطريقة لذيذة، ان هو اتعرف على شروق اللي هي بتقدمها دور ايتن عامر. فالحلقتين اللي فاتوا اللي هو امبارح والنهاردة
ومكملين معانا كمان. هيدي اكتر من رساله، وان هو فعلا كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده كل واحد لابس ماسك، مش دي حقيقته، عشان يجيب فولورز، عشان يعمل مشاهدات. فمستنيين برضو النصايح اللي جايه. نقول ان ده العادي بتاع احمد مكي. احمد مكي كل سنه من خلال الكبير او من خلال اي عمل فني بيعمله، احمد مكي دايما بيبقى عنده رسائل بيحاول يوصلها، دي حقيقه، وبيحاول انه يعمل توعيه بس بشكل لايت كوميدي للناس، عشان كل الناس تبقى متقبلاه ويشوفوا الاضرار بشكل او بعين مختلفه عن اللي هم يعني. مثلا ممكن يبقى شاب صغير بيتفرج عليه يشوف اضرارها من احمد مكي، غير مثلا ما مامته تقول له كفايه سوشيال ميديا، كفايه موبايل. فهو ممكن يكون بيوصل المسجز بتاعته بطريقه لايت كوميدي الطف، كله يستوعب المضمون اللي بيقدمه بالظبط. كمان احنا عندنا ابطال ما ظهرتش في الكبير قوي لحد دلوقتي، واكيد مستنيينها تظهر. دكتور ربيع وفزاع احنا مستنيين الناس دي، اكيد احنا كمان مستنيين الناس دي، بس مش مستنيين بس حلقات الكبير قوي العاديه، مستنيين كمان بقيه الشخصيات اللي احنا حبيناها نشوفها تاني بقى من الاجزاء اللي فاتت. الاجزاء اللي ممكن فاتت ممكن الايام اللي جايه يظهروا. اكيد احنا لسه أكيد. احنا لسه 10 لا خلاص، كل سنه وانتم طيبه. العيد جه الكبير لسه، احنا الكبير لسه معانا 30 حلقه، فاحنا لسه يعني لسه معانا فرشه كبيره يعني. وهنتكلم نروح لسر الباتا بقى. سر الباتا الحلقه امبارح برضو كانت دراميه جدا، انا مش عارفه ليه النهارده حاسه ان انا ممكن كنت اطلع بمناديل، نحط مناديل ونعيط من المشاهد بتاعت خالد امبارح. خالد يوسف امبارح في حلقه سر الباتا كان عامل لينك بس ممكن اقول عليه لينك درامي نكد هادي جدا. كان رابط الجنازات ببعضهم، جنازات في عصر الاحتلال الفرنسي في مصر، وجنازات في العصر وقتنا الحاضر، وقتنا الحاضر وقت 2011. جنازات طبعا المشاهد دي بتبقى يعني صعبه جدا، على قد ما هي لميس نكد بس هي مؤثره. ما هي على فكره ما هي نكدها في تاثيرها مؤثره، ان هي بتوريكي انه الموت واحد والزعل واحد من زمان لدلوقتي. ده بالعكس دلوقتي تحسي ان الموضوع برضو الاهالي مش في كره ومش في بلاد ومش في الحاجات دي، فتبقى اهدى شويه. لكن الموت واحد. امبارح الجنازات بتاعه الضباط في الوقت الحالي يعني اللي ماتوا بسبب الجماعات الارهابيه كانت كارثيه، ومنى فضالي عملت المشهد وهي بتشوف بتصرخ وبتعيط صورته على التلفزيون، صوره احمد صفوت جوزها اللي هو بيلعب دوره يعني بيلعب دوره احمد صفوت بيلعب دور نديم، كان بالنسبه لي ماستر سين لمنى فضالي بقى. سبيشال منى فضالي طالعه بجعفر العمده ضحك وهزار وفرفشه، فرفوشه طالعه بسر الباتا عكس تماما دورها. فالموضوع كان امبارح اللقطه السين كان كارثي امبارح، كان صعب جدا وتقيل جدا جدا جدا، بس هي بصراحه عملته يعني مظبوط على الفرازه بصراحه. كله بيقدم الشخصيه بتاعته على اكمل وجه زي ما بيقولوا، فعلا كله كمان لابس الشخصيه وبيقدمها بكل براعه. دي حقيقة. بس فانا شايفه انه يعني سر الباتع برضو كانت الناس عندها مش فاهمه شويه، مش فاهمه ايه اللي بيحصل كل الحاجات دي، بس باي تايم سو فار الناس بقت فاهمه اكتر ايه اللي بيحصل. والرؤيه وضحت ليهم، الرؤيه وضحت في حاجات كتيره، خدي بالك يعني المسلسلات كلها بقت صورتها وضحت، فكرتها وضحت، تفاصيلها وضحت، شخصياتها وضحت، فطبعا الناس اتعلقت اكتر بالاحداث والمسلسل. والايام هنتعلق احنا لسه لسه قاعدين لان سر الباتع كمان 30، فاحنا لسه سر الباتع 30 صح؟ فاحنا 30. لسه احنا لسه معانا شويه، هو الكتيبه هو اللي 20 يعني، احنا عندنا قربنا ننهي بس شوية. عايزه اقول لك ان يعني غير الكتيبه في مسلسلين انا وانت مستنيينهم بالذات، واحد كده جاي في نص رمضان يا جماعه، منى زكي تحت الوصايه. تحت الوصايه لا ده احنا مش هنتكلم عليه دلوقتي، احنا هنتكلم عليه لما يبدا، انا مش هتكلم عليه. وفي كمان دنيا سمير غانم برضو جت سليمه كوميدي بس احنا مستنيين منى زكي تحت الوصايه. احنا كله مستني على فكره البوينت يعني الجزء نص التاني من رمضان ومسلسلات النص التاني من رمضان، فممكن نروح معاكي بقى لايه؟ عمله نادره ماشي. يعني غير ان هو الحاله اللي عاملها وجمال سليمان ماسك الدور والشخصيه عبد الجبار والجبروت اللي فيه، ابتدت الاحداث تسخن، هي كل شويه بتسخن اكتر، بس نيلي كريم بقى هتبتدي تخش يا لميس في مواجهه مع احمد عيد مسعود، انها ابتدت رمت لهم مفاجاه امبارح ان هو اللي قتل جوزها اخوه وقتل جوز احمد عيد السنه دي في رمضان دراما 2023 عامل مغير جلده بنسبه مش 100%، مغير جلده بنسبه 1000000%. دي حقيقه، ويمكن ده اللي عامل له الايكو الواسع ده، والناس كلها بتتكلم عن شخصيته والناس مستغربه ازاي احمد عيد اللي اتعودنا عليه في الادوار اللايت الكوميدي من الكوميدي للشر بالمنظر البشع ده. بس فكانت ابتدت الاحداث فان هو بقى هيبتدي المواجهه اكتر،
مش عارفين ممكن بقى يحصل ايه، احنا مستنيين هيعملوا ايه نيلي كريم واحمد عيد في بعض. احنا مستنيين حاجات كتيره بصراحه في دراما 2023 لحد دلوقتي، دراما رمضان يعني، احنا مستنيين حاجات كتيره ونبقى مستغربين قفلات الحلقات لان احنا مستنيين اكتر، عايزين نعرف ايه اللي حصل بسرعه. كل مسلسل بيقفل بحاجه ساسبنس جدا، فتبقى مستني عايز تعرف ايه ده، ايه اللي هيحصل يعني. فقولوا لنا انتم متابعين ايه وايه توقعاتكم لبقيه دراما رمضان الحلقات اللي جايه، الحلقات اللي جايه كلها، واستنونا بكره في حلقه جديده من قعده مسلسلات.